الفلوس اللي هتدفعها في ال 10 ايام ولا 15 يوم اللي هتقعدهم. ال 1000 جنيه للتأمين هتاخدها وانت خارج، هتاخدها وانت خارج. طب ايه المطلوب تاني؟ ايه المطلوب تاني؟ اكبر ميزانيه في تاريخ الانديه المصريه ما هي ميزانيه النادي الاهلي. هتبص ال 100 جنيه ولا ده حق الاعضاء يا جماعه، ده حق اعضاء الجمعيه العموميه، حقهم. طيب قبل بس ما انتقل للموضوع الثالث،